وبإذا نظر إليها سرت. طيب إن أمرها أطعت. خلونا بقى متفقين عشان ينبقوا ثواب، لأن النقطة دي عاملة قلق عند الحريم. ما حصلش فيها اختلاف طاعة الزوج عشان يحصل فيها اجتهاد. صدقوني والله ما حصلش اختلاف في موضوع إنك تطيعي زوجك ولا لأ عشان يحصل فيها اجتهاد، فطاعته طاعة واجبة إجماع جمهور العلماء. فاختاري، أنا بقول لك أهو، اختاري اللي تقولي له حاضر وسمعا وطاعة، ويا زوجي يا اللي أنت عايزه. ليه؟ أنا مختار عقل، مختار حكمة، مختار دين، مختار. تقول لك اخترته وخدت فوق دماغي، طلع خلاف ما كده خلاص، ده ابتلاء يعني نتكلم فيه بعدين، لكن في الأصل إنه له حق الطاعة. طيب دكتورة، هو ممكن سؤال في أذهان النساء، هل النقاش والحوار نقيض الطاعة؟ ممتازة، أنت ممتازة وأسئلة دكتور، فأنا نفسي أطلعك أتكلمك. بصوا، أنا دلوقتي كزوجة وفي أمر وأنا بتناقش فيه مع زوجي، ركزي معايا، ركزوا معايا عشان أنا عارفاكوا، سمعوني. بتناقش مع زوجي، قلت لك ده أنا بلاش، ده راجل رفض النقاش أصلا والحوار وعايزني بس كده زي اللي يجرجرها هنا لا مش كده. لا مش كده، هو طريقة حوارك عاملة ازاي؟ طريقة نقاشك عاملة ازاي؟ خلي بالك وانت فاهم حاجة، انت اللي انت بتقوله ده ايه؟ جايب الكلام ده منين؟ مين اللي قال لك ده؟ فلان وعلان والداني مقارنات، او لا 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 انا اعرف اكتر منك الموضوع كذا كده. شوف طريقة الكلام عاملة ازاي؟ بعكس دي بتقول غلط على الكلام وعايزة رأي. وبصوا التاني، والله يا زوجي فعلا كلامك كله وجهة نظر تحترم جدا، بس على فكرة احنا لو فكرنا شوية انا وانت، لو فكرنا في ناني الجمشنة مش الفردية، شوفي خليكي ذكية، لو فكرنا شوية انا وانت هنبص نلاقي الموضوع ده ايجابيات وده سلبيات وده الامر واللي تشوفه. وعامة برضو احنا لو تبحرنا شوية في الموضوع وبحثنا لقينا مثلا واحد اتنين تلاتة، وبرضو اللي تشوف انت حر يعني الامر في ايدك والأمر. بس انا بقول ايه، استخير على كده. شفت الطريقة، شفتي هنا وهنا. اختار، بص بقى خلي بالك انا قلت لك لو انت عايز تختار ده طبعا انت لك حق الطاعه، انا هسمع الكلام كده، بس بقى ما تجيش تقول مش عارف ايه، يجي بقى كلام الزوج يطلع غلط، كلام رايك يطلع مثلا صح. مش عايزه اقول لك الحريم بيعمل ايه كده، ما انتش جاهزه والدنيا ولا حاجه باظت والدنيا خربت لا 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 لا، ولا تبص له كده انا كنت قايله لك مش عارف ايه ولا الكلام ده. هو اجتهد واخطا خلاص له اجر، اللي اذا كان المجتهد بيخطا له اجر في الفقه، واللي بيصيب له اجران يعني. لكن اهم حاجه انه ما يبقاش قراره ضرر متعدي عليكي وعلى اولادك. وبنصح وبقول خد ما خدش هو حر ويتحمل النتيجه. احنا يا ستي ما تشيليش هم، يا ستي بلاش تشيلي نفسك اكتر من الهم وتكبري في السن وتعجزي وتاخدي حبوب الاكتئاب ودواء، وانت براحتك، مش انت اللي صاحب الليله، مش انت القائد بتاع السفينه بتاعتنا، يعيش حياتك. بس انا ليا بحق النصح للمسلم، انا نصحت. طيب النقطة بقى اللي تقول لك ايه؟ تقول لك يعني هو بعد ما شاب ودوك كتاب خلاص احنا متجوزين والدنيا، لا لا، ده انت اولا انت بتبدأي في الموضوع دوت، موضوع انك تكتسبي صفات الزوجة الصالحة من قبل الزواج، ده شيء طيب. والمفروض الأم اللي في البيت عليها الدور ده، نتعدك انك تبقي أنثى وتبقي سيدة وتبقي صاحبة خلق وتبقي زوجة جميلة، الكل كده يبقى يتمنى قبل الزواج تزوج، بعد الزواج الزوج يفضل يقول الله يبارك لها، الله يبارك لكم من أهل بيت كرام ربيت وعرفت تربوا، الله يبارك لها زوجتي، هي صحيح مش عارف بس فيها بس الله يبارك. راجل وشايف قيمة الأمر وعارف كتر خير يشكر، مش منها لله، ده طلع من دمها بوظتها، ده العيلة كان كذا، ده كانت جوازة، لا 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 لا. فانا بس عليه من قبليه، لكن لا ضير ابدا انك بتسمعي حلقتنا النهارده، عمر الزواج 5 سنين 10 سنين 15 سنه 20 سنه، تعالي ما غاب من حضر يا بنتي، اول اللي بدا خطوه احسن من ما بداش. طيب اعمل اذا نظر اليها سر وان امرها اطاعت. تعرفين بنيجي نكلم يعني اكتر حد طالب مواصفه يقول لك مش عايز، والله انا عايز واحده بس تسمع وتطيع، عايزه اروح الاقي انثى في البيت. يبقى حاضر ونعم، واللينه ما بتنكسرش، النقطه دي جميله. ونفس النساء تتعلم لين الكلام، نفس الزوجه وهي تبقى دي فعلا الزوجه الصالحه، الودود الولود، مش النبي عليه الصلاه والسلام قال كده؟ تزوج الودود الولود. عارفه الودود دي ايه؟ الحنينه، ايه اللي بتطبطب، اللي لسانها حلو. فاكره لما تبقى عندك واحده صاحبتك وتقولي انا صاحبتي دي عمري ما زهقت حنيه، تسال عليا متفقداني، يا سلام بقى اما تبقى دي الزوجه. ودايما هو الراجل دايما يميل ليه مثلا لزوج، تقول لك ده معتبر امه، هو على فكره مش وحش بس طبعا يعني يعتبرك امه في اوقات لكن زوجه في معظم الاوقات، يعني عشان احنا ضد القصه دي. ليه يعتبرك زي حنونه ودوده تسال؟ هو ليه احنا لما بنقع في ازمه ونعيا ولا جرالنا حاجه ونحس بتوعك ما تتصلي بامي هاتولي صح؟ ليه الام ليه منبع الحنان؟
دايما تعطي دايما انا عايزاكي كده، مش بس تعطي وتيجي على لا، لكن يشوف فيكي كده الودود الولود. طيب بصي بقى، اذا نظر اليها سرت، وان امرها اطعت، وان غاب عنها حفظت، في نفسها وماله وولده، في نفسها التقيه العفيفه اللي عينها ما تروحش اللي على زوجها، اللي تقطع كل اي حبائل للشيطان من النت ولا الراوتر ولا الشات ولا المعاملات ولا الاختلاط ولا الشر. لا لا، انت اللهم بارك عليك، اللهم بارك، انت حافظه نفسك لله عز وجل الاول ولزوجك. لا يطأ فرج زوج ولا يخش بيته، زي ما السيده رمله بنت ابي سفيان زوجه النبي عليه الصلاه والسلام قالت له لا ما تطئش الفرج ده، اكره انك تقعد عليه لان ده فراش النبي وانت كافر لسه ابوها. فلا يطأ فراشه من يكره، ولا يدخل بابه اللي يكرهه، ولا تدخل ودخول الباب مش هفتح بس باب وشباك وشات واي حاجه. حافظتها في نفسها وماله ولد، مش بتبعتر، وحفظ النفس وحفظ البيت بحفظ اسرار البيت. ما تهتكيش ستر زوجك، ما تصغريش زوجك قدام نفسك ولا صحباتك ولا ولاد خالتك ولا الاهلك، وعماله تطلع في سر زوجها وعماله تطلع في نقص زوجها. هتكرهه لان هما مش هينسوا، ولو انت هتتصالحي معاه هيبقى في نفسك شيء، لان هما كل ما يشوفيك هيذكروكي بالمعايب. ما تطلعيش سر زوجك يا بنتي بره، ولا تطلعي نقائص الا اذا كان في مشكله وملهاش حل، بنروح للثقه المؤتمن. حافظته في نفسها وماله، مش مبعتره، مش مضيعه فلوسه هنا وهنا وهو كده. انا كنت عايشه في كده، بتعيش على قد زوجك طالما ده المتاح، طالما مش بخيل واللي معاه بيجود عليه، وانت ارتضيتي هذا الامر من البدايه. والبركه والله ما في كثره الفلوس، والله يا جماعه ما في كثره الفلوس، البركه كل البركه مش في البركه ذات نفسها بتاعت القرش، في الرزق، الرضا، سكينه الحال، الاولاد. الله سبحانه وتعالى جعل زوجك يشوفك امرأة صالحة، يطيب حنون عليك، وكل دي بركة مش مال فقط. وولده، وولده يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم بصفات الزوجة الصالحة التقية النقية، اللي تبقى منين ما تبقى موجودة تسر وتفرح نفسها واللي حواليها.